شاعرنا الليلة مبدع بكل التفاصيل، برز نجمة في ظل زحام النجوم الذي تشهده سماء الشعر، فأصبح نجماً تهتديه القلوب والأسماع. نتعرف على ضيفنا من خلال هذا التقرير. أحرفه أنيقة ومعانيه عميقة، لا يكتب إلا ما يجعل القلوب تخفق والأيدي تصفق. شق طريقه إلى أعلى مراتب النور، فتناثرت قصائده كالدر المنثور. كأنه عندما يكتب ينسل من مكانه ويحتل مقعداً من مقاعد الجمهور، ليرى نفسه بأعينهم وبقلوبهم، فيعود ويسطر الإبداع حرفاً حرفاً. لذلك بات اسمه في عالم الشعر نجم يستهدي به العابرون ويحتج به المعبرون. قال معتداً ومعتزاً: لو صنعت بوصلة عز كرامة، اتجاه البوصلة يعني اتجاهي، النهر جاري ويقو احتدامه، والمنابع من فضل ربي كما هي. ويتجلى هنا بقوله: كانت الدنيا تساهيل مسرة، قبل عرفك صاه وعرف الحقيقة، ليت قلبي سطح يدنا ما يغره، العميق جروح خذلانها عميقة، كأنها هوية شهاب من المجرة، دمعة العاشق على فرقة عشيقة، وكن ينزع ضلع صدري من مقره، يوم قال الله يسهل له طريقه. الكرامة غالبة والنفس حرة، من تراخصها رخص عند الخليقة. وأكثر من الإبداع يكتب بصدق، معيدا النظر في المقولة المأثورة: أعذب الشعر أكذبه. إنه الشاعر محمد بن جرالله السهلي.